الصواريخ والهواء المدافع البوزديكا تخصب براجمات صواريخ في جبل زي العابدين في مدينة حماة ومن مطار حماة العسكري، ومدافع البوزديكا أيضا من مطار حماة العسكري وقذائف الهواء من حاجز المطحنة وحاجز السمان وحاجز المجنة. مدينة طيب الإمام محاصرة من جميع المحاور، لا نستطيع إخراج حتى الجرحى، لا نستطيع إخراج يوم. الكهرباء مقطوعة منذ أيام على مدينة طيب الإمام جراء القصف. القصف العنيف على طيب الإمام. صارك شيء؟ في شي ضايع شيء؟ القصف العنيف على طيب الإمام. استهداف منازل مدنية. مقبرة. نتراجع بإذن الله، ننتصر ونموت.